السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نكمل في محاضرات System Modeling. احنا وصلنا عند Structural Models. طيب Structural Models هي عبارة عن أو تعريفها أو عشان نفهمها. Structural Models of Software display the organization of a system in terms of the components that make up that system and their relationship. فالستركتشرال موديل هو عباره عن الكومبوننتس اللي بتكون منها السيستم، مكونات السيستم بنرصها بطريقه معينه وبنحط اللي هو العلاقات ما بين كل كومبوننت والاخر، كيف مثلا الكومبوننت بتفاعل مع كومبوننت اخر. الكومبوننتس هذه مبدئيا بنسميها كلاسز او اوبجكتس. كيف كل كلاس او كل كومبوننت موجود عندي في السيستم بتفاعل مع كومبوننت آخر بحيث أنهم ينجزوا عملية معينة أو يعملوا شيء معين. فالكومبوننت هذه وترتيبها بأسلوب معين مع وضع العلاقات ما بين هذه الكومبوننت، هذه الشكل اللي بنتج عندي بنسميه structural model of a software. Structural models may be static models which shows the structure of the system design or dynamic models which shows the organization of the system when it is executing. ففي عندي نوعين من أنواع structural models. أول نوع اللي هو static model اللي هو من خلاله أنت بتفهم كيف بنية السيستم، تصميم السيستم كيف بصير. ولكن النوع الثاني اللي هو dynamic، إذا صار في execution على السيستم المفروض أنه هذه الobjects بيصير إلها او هذه الكومبوننت بيصير عليها مثلا تغيير، بتاخذ بيصير لها طبيعه ما. يعني مثلا لو بدنا نتكلم يعني نضرب مثال، لو بدنا نقول مثلا في عندي teacher او مثلا lecturer وفي عندي student. تمام، lecturer وstudent ما بينهم لو بدي اربط علاقه بدي اكتب انه lecturer والستودنت العلاقة ما بينهم اللي هي teach. بتصير نقرأها كيف انه lecturer teach student. تمام، في الحالة هذه بنسميها static model لانها بتوضح لي بشكل عام كيف تصميم السيستم او كيف بنية السيستم، الكومبوننتس الموجودة والعلاقة ما بينهم. لكن اذا صار في execution عليها، يعني اذا اخذنا مثلا lecturer فلان teach مثلا 10 students وهيك اسمائهم مثلا علي محمد حسن لميا الى اخره، فهيك في صار عندي اللي هو في dynamic model للsystem design اللي صار عندي او structural model. You create structural models of a system when you are discussing and designing the system architecture. فالstructural model مفيد جدا عشان أصمم اللي هي بنية السيستم أو السيستم أركتكتشر، بوضح لك بنية السيستم، الكومبوننتس اللي بتكون منها، العلاقات الموجودة ما بين كل كومبوننت والآخر. ومثال على structural model اللي هو class diagram. Class diagram are used when developing an object-oriented system. لما بنتكلم على object-oriented system أو مثلا object-oriented system المطلوب مني أطوره، جزء أساسي منه اللي هو class diagram to show the classes in a system and the associations between these classes. فال class diagram وظيفته إنك يعني زي ما حكينا في السلايد اللي فاتت إنه في عندي components اللي هي classes بمفهوم آخر أو بمعنى آخر، أو يعني لو بنربطها بهذه السلايد هي عبارة عن components أو classes موجودة وفي العلاقات ما بينهم اللي هي الاسوسيشنز ما بين كل كلاس واخر. An object class can be thought of a general definition of one kind of system object. فالكلاس الموجودة عندي هي قالب او شيء ثابت، لكن لو بدي اعمل منه object بدي اعمل منه اللي هو instance، بدي اخذ منه حالة. يعني مثلا لو قلنا مثلا lecturer كلاس موجودة عندي، إذا بدي أخذ منها object بدي أعطيها مثلا اسم اللي هو مثلا علي، وعلي هو عبارة عن lecturer. لكن لو بدنا نطلع على اللي هي class students، تمام، لو بدي أخذ منها objects أو أعمل منها instance من الكلاس، الانستانسز هذه بنسميها objects، نعطيها أسماء الطلاب الموجودين عندي.
طيب an association is a link between classes that indicates that there is some relationship between these classes. فالassociation المقصود فيها هي الخطوط اللي بتكون رابطة كل class بآخر. يعني مثلا هذه عبارة عن class diagram بسيط جدا. في مثلا الpatient, الpatient هي المريض طبعا, هذه حطيناها بclass. وفي عندي الpatient record اللي هي سجل الpatient, هي عبارة عن class آخر. الassociation المقصود فيها اللي هي العلاقة ما بين الclass والآخر اللي هي تمثل بالخط اللي هو relationship ما بين patient والpatient record. الأرقام هذه راح نتطرق إلها كمان شوي بس نرجع أو بس نخلص من السلايد اللي فات. When you are developing models during the early stages of the software engineering process, object represents something in the real world such as patient, prescription, doctors. فلما تيجي تعمل class diagram المفروض انك تطلق على هذه اسماء بتمثل لك شيء حقيقي او شيء واقعي, زي مثلا patient. ما ينفعش نروح نسمي مثلا class X, Y, Z. المفروض انك تعطيها او تطلق عليها اسم واقعي واسم حقيقي, يعني بيعكس لك شيء موجود على الطبيعة, يعني something in the real world. فاليوم الكلاس دياجرام الموجود عندي هان والassociation الموجودة عندي هان هي عبارة عن simple class diagram لpatient والpatient record. الpatient هو ممثل هان في class وتمثل الكلاس بمربع وبنعطيها اسم. طيب طبعا في تفاصيل أخرى راح نتطرق إلها لاحقا في الكلاس. طبعا هذه عبارة عن class وهذه عبارة عن patient record بتمثل class. الآن في علاقة ما بين البيشنت والبيشنت ريكورد, طبعا في علاقة لأنه البيشنت ريكورد اللي هو سجل المريض مأخوذ من وين؟ من البيشنت. الأرقام اللي هنا تحكي لك إنه كل بيشنت, كل واحد بيشنت له بيشنت ريكورد واحد متعلق فيه فقط. تمام, زي مثلا ما نقول student and student ID. تمام, كل طالب له رقم واحد بس. لكن لو قلنا مثلا كل student بدرس subject, هنا بدنا نحط علاقة اللي هي الماني اللي هي تمثل بستار بنجمة, انه كل طالب بدرس عدة subjects او عدة مثلا مواد. تمام, فهذه العلاقة اللي موجودة هنا عبارة عن association, وكل patient record واحد موجود لpatient واحد فقط. تمام, فهذه عشان نقرأ العلاقة, كل واحد patient له patient record واحد, وكل patient record يمثل أو موجود لpatient واحد, لمريض واحد. أنا في عندي class diagram برضو يعني والassociations الموجودة, خلينا نقرأ اللي هي الassociations الموجودة في هذا الكلاس دياجرام. طبعا هنا في عندي patient, في عندي كمان class آخر اسمه consultant اللي هو الشخص اللي المختص اللي هو الدكتور المختص. في عندي condition اللي هي الأعراض. في عندي general practitioner اللي هو زي ما بنحكي عنه حكيم في مستشفى. تمام, في عندي medication اللي هي الأدوية. في consultation اللي هي التشخيص. بعدين في عندي هنا hospital doctor اللي هو الدكتور اللي موجود في الهوسبيتال. في عندي treatment اللي هي العلاج. طيب لو نيجي نقرأ هنا مثلا الconditions والpatients, في ما بينهم علاقة اللي هي علاقة association. طبعا الpatient موجود عندي بناء على الconsultant أو الgeneral practitioner, راحوا شخصوا هذا المريض لأنه جايك مريض المفروض يكون في عنده أعراض, المفروض في عنده مرض معين. فبحكي لك إنه الpatient diagnosed with a condition. يعني لو بدنا نفصل مثلا المريض مثلا تم تشخيصه بكونديشن اللي هو مثلا مرض اكس مثلا ايا كان المرض. تمام, الان العلاقه اللي بتحكي لك هنا انه one patient يمكن ان يكون له كونديشن واحد او اكثر من كونديشن. يعني الواحد لما مثلا يروح على المستشفى ممكن بيلاقوا عنده عده اعراض او عده أمراض. فبمثل one patient can have one or more conditions. تمام, الكونديشن الواحد ممكن ينطبق على واحد أو أكثر من patient. يعني مش كل condition خاص, لو كان مثلا كل patient له مرض معين مثلا بنقول one to one, هنا one to many لone to many. تمام, الآن لو نيجي نتكلم على
مثلا اللي هي جنرال براكتيشنر مع البيشنت. اول ما يوصل اللي هو المريض للمستشفى في جنرال براكتيشنر واحد بيشوف اكثر من مريض، مش مريض واحد، ممكن يشوف واحد في اليوم، ممكن يشوف 1000، ممكن يشوف اكثر من هيك، يعني عدد لا نهائي من المرضى. فبيحكي لك هنا انه او اللي هو البيشنت ريفير تو ا جنرال براكتيشنر، one or more patients are referred to one general practitioner. بنفعش يعني اكثر من general practitioner يشوفوا المريض نفسه، بنفعش مريض واحد يشوفوا اكثر من general practitioner. نفس الكلام ينطبق على consultant اللي هو المختص. طيب في عندي هنا patient و consultation. consultation اللي هي المقابلة اللي بتصير ما بين المريض والدكتور اللي هي consultation. في بحكي لك انه اكثر من مريض ممكن يعني يكونوا في نفس الكونسلتيشن. احنا هم بنتكلم على اللي هي المنت كير، طبعا في اكثر من مريض ممكن يكونوا موجودين في نفس الكونسلتيشن. وبحكي لك انه الكونسلتيشن ممكن يتعالج اكثر من مريض، او اكثر من كونسلتيشن يتعالج اكثر، او يعني يتعالج مريض واحد، يعني مريض واحد ممكن يعني يحضر اكثر من كونسلتيشن، يعني اكثر من جلسة علاج. طيب نيجي نتكلم عن اللهام، بحكي لك انه اكثر من consultation one to more consultation runs by one to four hospital doctors. فالconsultation الواحدة بحكي لك انه ممكن يكون فيها دكتور واحد او الى حد يعني على الاكثر 4. لما احكي لك على الاكثر بنقول one to four، مثلا على الاكثر 4 بتصير one to four hospital doctors ممكن يحضروا one consultation او ممكن يحضروا اكثر من consultation. فهذه هي عبارة عن اللي هي الكلاسز والاسوسيشنز الموجودة ما بينهم. طبعا الاسوسيشن ريليشن شيب الموجودة ما بين كل كلاس واخر فيها اللي هو الاجزاء التالية. هذه الارقام اللي احنا شايفينها هذه عبارة عن 1 او مثلا ممكن تكون 2 لحالها، ممكن يعني مثلا نقول مثلا هنا خلينا نحكي انه 2 بس اللي بيحضروا كل الكونسلتيشن، فبنحط بس الرقم 2. اذا كانت المتطلبات ذكر لك انه 4 ممكن 4، اذا كان ذكر لك 1 الى 4 فبدك تحط هذه العلاقه. اذا كان قال لك يعني 1 تو ماني تمثل بالشكل التالي 1 نقطتين اللي هي نجمه. طبعا في كمان شغلة موجودة على الاسوسيشنز اللي هي الديسكريبشن، هذه عبارة عن شرح للعلاقة ما بين التو كلاسز. في عند diagnosed with اللي هو البيشنت تم تشخيصه بكونديشن، في التنس اللي هي البيشنت يحضر اللي هي جلسة العلاج، في عندك hospital doctor runs a consultation، في عندك consultation prescribes treatment. من خلال consultation في عندي بيصير وصف للعلاج، كمان وصف اللي هي الأدوية. في عندي patient referred by patient referred by one general practitioner. فهذه طريقة قراءة اللي هي the classes وال associations الموجودين في class diagram. طبعا لو نيجي نأخذ مثلا consultation الموجودة عندي هنا، هذا عبارة عن simple form of a class diagram. المقصود بـ Simple Form of a Class Diagram الموجود عندي على الأقل اسم الكلاس في الشكل الموجود عندي هنا. يعني هنا في عندي Patient، في عندي Patient Record، ما فيش تفاصيل أخرى. هنا نفس الكلام، في عندي Condition، Consultant، Patient، General Practitioner إلى آخره لحد Hospital Doctors. هذه عبارة عن Class Names. Class Names. الآن لو نيجي ناخد اللي هي Consultation اللي هي موجودة هنا، تمام؟ الآن لو بدنا نيجي نفصلها، الكونسلتيشن تحتوي او الكلاس تحتوي على مربع زي ما احنا شايفين، شكل مربع بداخله على الاقل لازم يكون اللي هو اسم الكلاس. اذا هدول ما كانوش موجودين ما فيش مشكله، لكن على الاقل لازم يكون اللي هو اسم الكلاس موجود. اسم الكلاس عندي هنا اللي هو كونسلتيشن. طيب بعد هيك في عندي اللي هي المربع الثاني الموجود عندي هذه هان، هذه بتكون فيها اللي هي الاتريبيوتس. انت لما بتيجي بتبرمج وبتقول مثلا public او private string doctor name او private string date private string time
private string clinic او private int id. هذه كلها عبارة عن attributes. attributes اللي هي عبارة عن خصائص، لما انا اعطيها قيم بتعطيك object من هذه الconsultation، بتعطيك اللي هي object من هذه الconsultation، لانه الكلاس هذه بتمثل شيء in general. فهذه عبارة عن attributes، خصائص هذه الconsultation، وهذه عبارة عن الfunctions اللي بتتم من خلال الconsultation. يعني من خلال consultation class في عندي new، لما بدي اعمل new consultation بستدعي هذه الميثود. اذا بدي اعمل prescription لtreatment زي ما هو موجود عندي في هان من consultation، لما بدي اعمل prescribe مثلا لtreatment او medication بستدعي اللي هي الميثود اللي اسمها prescribe. record notes اللي تسجيل البيانات، transcript الى اخره. فهذه كلها عبارة عن functions تندرج تحت الconsultation. الان لو بدي اجي امثل مثلا student كطالب في الجامعة، نسمي مثلا الكلاس نيم ستودنت. ايش الخصائص تبع كل طالب او الخصائص اللي بتجمع الطلاب مع بعض؟ اول حاجه في عندك ستودنت اي دي، لكل طالب فيه له اسم، لكل طالب فيه له مثلا معدل جامعي اللي هي سي جي بي اي. في اشياء اخرى برضو، العنوان، التليفون، الجوال الى اخره، ممكن تندرج تحت الكونسلتيشن. لو فانكشنز نيجي نتكلم على جزئيه الفانكشنز، ايش الفانكشنز اللي بيعملها الستودنت؟ ممكن نقول enroll subjects، register مثلا، او new student، add او enroll and unenroll subjects اللي هي اضافة وسحب مواد. هذه بتندرج تحت اللي هي functions. ممكن يكون عندي the class زي ما حكينا، على الاقل يكون في عندي the class name، هذا اهم شيء موجود في the class. ممكن ما يكونش في عندي اللي هو attributes، وممكن ما يكونش عندي functions. ممكن يكون عندي functions فقط، ممكن يكون عندي attributes فقط، فتمثل هي consultation وبنترك المربع هذا فاضي وبنكتب اللي هي functions تحت. إذا كانت بس attributes بنكتب اللي هو class name، بنكتب attributes وبنسيب المربع اللي تحت فاضي. فهذه اللي هي class diagram، يعني كيف بيكون شكله وكيف بيكون وصفه. نتكلم على generalization. generalization is an everyday technique that we use to manage complexity. فإذا كانت في عندك مثلا وصف لأوبجكتس أو وصف لأشياء مثلا، أو في عندك أشياء قاعدة بتصير على أرض الواقع معقدة، فأنت المفروض أنك تيجي تختصرها لشيء يمثل كل هذه الأشياء. زي ما حكينا مثلا، يعني يمكن النقطة الثانية والثالثة أشرح لك إيش معنى generalization. generalization اللي هي عمل شيء عام من أشياء كثيرة موجودة عندك. المقصود بgeneralization عمل شيء عام يمثل أشياء كثيرة. زي مثلا لما بتعمل class اسمه patient، patient هذه في عندك patient بمرض كذا، patient بمرض كذا، في عندك آلاف patients وملايين patients الموجودين عندك، ممكن تمثلهم بكلاس واحد اسمه اللي هو patient. نفس الكلام للstudents، الstudents الموجودين عندك ممكن يكون طالب في كلية الطب، طالب في كلية الهندسة، طالب في كلية الاي تي، او طالب في اي كلية اخرى. وطبعا في كل كلية طبعا في مستويات، فانت بدل ما تمثل هذه كلها بانتيتيز منفصلة عن بعض تمثلها بكلاس واحد اسمه students. فهذه بنسميها ونطلق عليها اللي هي generalizations. Rather than learn the detailed characteristics of every entity that we experience, we place these entities in more general classes. فهذا الكلام اللي حكيناه، بدل ما نقعد يعني نفصل أو نتطرق للتفاصيل الخاصة بالcharacteristics أو الattributes اللي يعني بتخص كل entity من الentities هذه، بنستخدم هذه الentities كلها في more general classes. زي مثلاً animals, cars, houses. مثلا ناخذ الكارز، انا في عندي انواع من الكارز كثيره جدا موجوده في السوق او موجوده على ارض الواقع. بدل ما امثل مثلا هذه مرسيدس كار، هذه فيات كار، هذه رولز رويس كار الى اخره، ايا كان انواع السيارات، ممكن امثلها بكلاس واحد بنسميه الجنرال كلاس ذات ريبريزنتس اذر انتيتيز او مور سبيسيفيك انتيتيز. اند لرن ذا كاركترستكس اوف ذيس كلاسز and learn the characteristics of these classes. فاحنا بناخذ الكاركترستكس هذه وبنشيلها على جنب وبنشوف احنا ايش المور جنرال
description او more general class that represents these entities وبنسميها ونطلق عليها هذا الاسم. This allows us to infer the different members of these classes have some common characteristics, example squirrels and rats and rodents. فهنا بتكلم على اللي هو مثلا الانيمالز. احنا قبل شوية تكلمنا عن الكارز بس خلينا نتكلم برضو عن الكارز. بحكي لك انه احنا مثلنا مثلا الكارز في general class زي ما هو موجود عندي في هذا الشكل. انا مثلا قلنا سميناها كارز تمام. الان هان كل سيارة لها number plate اللي هو plate number اللي هو رقم اللوحة في رقم الموتور مثلا أنواع مثلا العجلات الموجودة فيها عدد المقاعد الموجودة فيها اللون تبعها الكلر. فهذه أشياء ممكن تمثل هان. هذه عبارة عن أشياء in general بنحطها. بس لما أجي أقول مثلا نوع السيارة مثلا اللي مرسيدس عدد المقاعد مثلا 4 أو 5 نوع السيارة سيدان لون السيارة مثلا أسود أو أبيض أو أيا كان اللون فهنا صار اللون أو نوع السيارة صار in more common أو more detailed characteristics. ممكن نفس الكلاس نأخذها ونعمل منها entity آخر لسيارة الفيات نقول فيات من نوع كار نوع السيارة كذا فيات رقم اللوحة كذا رقم الموتور كذا عدد السيارة عدد المقاعد كذا إلى آخره وبنأخذ من نفس الكلاس بنقدر نعمل instantiating more entities يعني عدد لا نهائي من الentities من خلال نفس الكار من خلال دمج جميع الوصف اللي هي الخصائص والcharacteristics اللي يعني تنطبق على جميع الأنواع الموجودة عندي. generalizations فالقبل شوية كان عبارة عن شرح عام عن generalization والمقصود فيها. الآن لو نيجي نتكلم عن modeling system in modeling systems it is often useful to examine the classes in a system to see if there is a scope for generalization. If changes are proposed then you need not you then you don't have to look at all the classes in the system to see if they are affected by the change. فاللي بصير يعني انه مثلا انت طرح عليك مثلا برنامج انك تعمل مثلا برنامج يدير السيارات الموجودين في معرض معين فقال لك انا في عندي سيارة من نوع مثلا سيارات من نوع فيات في سيارات من نوع مرسيدس في سيارات من نوع بوجاتي في سيارات من نوع ايا كان ف قاعد اتكلم معك عن موضوع السيارات فانت من منظور الاوبجكت اورينتد او من منظور اللي هو الاناليست انت بتلاقي انه في خاصية معينة ما بين كل هذه الاشياء اللي ذكرت لك وهي سيارة كار. فاذا انت وجدت بانه السيارة هذه ممكن يصير او نطبق مبدأ الجنراليزيشن على هذا السيستم على طول ما تترددش انك تستخدم الجنراليزيشن وتحطه على هذا السيستم. يعني ممكن مثلا يكون في سيارات مثلا من نوع مثلا اللي هو السيارات العادية اللي هي سيدان في عندنا سيارات اللي هي التراك اللي هي الشاحنات تمام هذه موجودة في المعرض. الآن في عندك شاحنات صحيح لكن في إشي بجمعهم هو كلمة مثلا vehicles اللي هي يعني عربة أو عربات هذه اللي هي vehicles. من خلال vehicles أنت ممكن تنزل لمستوى أقل شوية من هيك وتقول إنه في عندي كار أو سيدان كارز اللي هي مثلاً الفور ويلز الأربع اللي هي العربات ذات الأربع عجلات مثلاً. ممكن تفصل تنزل لتحت شوية in more detail وتأخذ من vehicles اللي هي بتخصص أكثر إنه تسميها السيارات اللي هي ذات الأربع عجلات. بعدين في عندك نوع آخر ممكن اللي هو التراكات أو التراكس تمام. فراح نشوف هذه كيف تطبق في اللي هي في هذا الشكل إن شاء الله ونشوف كيف الأشياء هذه يعني كيف بصير عملية الجنراليزيشن والهيراركي تبعتها وكيف نعمل يعني more detailed classes in object oriented languages such as Java. Generalization is implemented using the class inheritance mechanisms built into the language. فاللي درس جافا تطبق
يطبق مبدأ الجنراليزيشن بميكانيكية اسمها الانهيرتنس أو الوراثة. الوراثة لما بتقول مثلا public class student أو مثلا undergraduate student extends students، لما بنستخدم كلمة extends احنا هيك بنطبق مبدأ اللي هو الانهيرتنس. الانهيرتنس بمعنى آخر أو بكلمة أخرى يعني بتأدي نفس المعنى اللي هي كلمة generalization. In a generalization, the attributes and operations associated with higher level classes are also associated with the lower level classes. انت لما بتعمل generalization أو inheritance، يعني مثلا لو نيجي نطلع على الشكل الموجود عندي هنا. الآن هنا في عندي more general class وهي doctor، تمام؟ وفي عندي أنواع من الدكاترة موجودين عندي اللي هي hospital doctor وجنرال دكتور. عشان نقرأها بنقول إنه كل جنرال دكتور أو جنرال براكتيشنر is a doctor، كل هوسبيتال دكتور is a doctor، وليس كل دكتور is a hospital doctor أو جنرال دكتور. يعني كل دكتور ممكن يكون حاجة أخرى، لكن الموجود عندي الصفات العامة اللي بتجمع هذول الاثنين هي دكتور. عشان نفصل، في عندي هوسبيتال دكتور، في عندي جنرال براكتيشنر. بالنسبة للهوسبيتال دكتور في عندي كونسلتنت وفي عندي تيم دكتور، ومن ضمن التيم في عندي كواليفايد دكتور وفي عندي تريني دكتور. الآن لو كان في عندي اتريبيوتس زي الموجودة عندي في الكلاس اللي احنا وجدتها، خلينا نطلق على هذه مثلا دكتور وكانت فيها اتريبيوتس وكان فيها فانكشنز. مثلا الدكتور هذه كانت فيها اتريبيوتس وكان فيها فانكشن. اذا طبق مبدأ الجنراليزيشن فأوتوماتيكيا كل الاتريبيوتس وكل الجنراليزيشن هذه الهوسبيتال دكتور ترثها. الجنراليزيشن او انهيرتنس اللي هي مبدا الوراثه معناته انه هوسبيتال دكتور يرث خصائص والميثودز الموجوده في الدكتور كلاس. الجنرال براكتيشنر اذا طبق مبدا الانهيرتنس زي ما هو واضح معنا بالسهم اللي يعني الكلاس بتاشر على الكلاس، طالع منها سهم يؤشر على كلاس أخرى، معناته الكلاس هذه ترث ما يؤشر عليها اللي هو السهم. وبما لما بنقول ترث معناته ترث جميع الخصائص الاتريبيوتس والفانكشنز اللي هي الميثودز الموجودين في الكلاس هذه. فهذا المقصود بالجنراليزيشن في اللي هو بالجافا أو يعني بالأوبجكت أورينتد لانجويجز. طيب هذه لما جينا نتكلم with the higher level classes. The lower level classes are subclasses inherit the attributes and operations from their superclasses. The lower level classes then add more specific attributes and operations. طيب الآن هنا الآن يطلق على هذه الكلاس superclass. superclass اللي هي الكلاس الأب، الكلاس الكبير، تمام؟ سوبر كلاس. لما بنطبق مبدا الانهيرتنس صارت في عندي، خلينا ننسى الاشياء الموجوده هنا هيك ونشوف انه في عندي دكتور، في عندي هوسبيتال دكتور جنرال براكتيشنر. الان هذه تمثل بهذا المستوى تسمى سوبر كلاس، هذه تمثل بسب كلاس، هذه سب كلاس، هذه سب كلاس من هذه السوبر كلاس. وزي ما حكينا كل الاتريبيوتس وكل الفانكشنز الموجودين في الدكتور هنا ترثها أو تورث للجنرال براكتيشنر وتورث للهوسبيتال دكتور. لو تورث نفسها بس يعني أو يعني لا ترث، يعني جنرال براكتيشنر لا يرث فقط الاتريبيوتس والفانكشنز الموجودة هنا وبس، ولكن نقدر إحنا نضيف اتريبيوتس أخرى بتخص الجنرال براكتيشنر. يعني بنخصص الجنرال براكتيشنر أكثر من خلال إضافة بعض اللي هي الخصائص والفانكشنز الموجودة في الدكتور الموجود أو الدكتور كلاس الموجود. نفس الكلام ينطبق على الهوسبيتال دكتور. الآن لو نيجي نتكلم على اللي تحت، الآن هذه تعتبر طبعا عبارة عن سب كلاس من السوبر كلاس. الآن هذه تعتبر سوبر كلاس للتو سب كلاسز الموجودون عندي تحت، وهذه تعتبر طبعا كانت سب كلاس من هذه. طبعا هذه الان تعتبر سوبر كلاس بالنسبه للتريني دكتور والكواليفايد دكتور. فالاتريبيوتس والميثودز الموجودين هنا تورث لهذه،
وهذه بتقدر تستعمل جميع الاتريبيوتس وجميع الميثودز الموجودين هان. اضافه للاتريبيوتس الموجودين هان والفانكشنز الموجودين هان احنا بنقدر نضيف كمان اتريبيوتس وفانكشنز في داخلها عشان نخليها مور سبيسيفيك او مخصصه اكثر للهوسبيتال دكتور زي الموجود عندي هان. الان لو جينا نتكلم على الدكتور والجنرال براكتيشنر اللي هي الجزئيه هذه، انا في عندي دكتور، للدكتور في عندي له اسم نيم فون فون نمبر طبعا ايميل، وطبعا في ميثودز بيقدر يعملها اللي هي ريجستر وفي دي ريجستر اللي هي ريجستر بيشنت او دي ريجستر بيشنت. الان حكينا انه في عندي جنرال براكتيشنر يرث يرث جميع او مطبق مبدا الانهيرتنس او جنراليزيشن مطبق ما بين الجنرال براكتيشنر والدكتور او الانهيرتنس. عشان نقراها بنقول انه general practitioner inherits doctor class. لما بنطبقها مثلا في الجافا بنقول public general practitioner extends doctor. لما بنطبقها في الجافا public او general practitioner class extends doctor. الان في هذه في عندي practice وفي عندي address، هذه عبارة عن خصائص او attributes. زي ما حكينا انه الجنرال براكتيشنر ثالث جميع الخصائص وجميع الميثودز الموجودين في اللي هي السوبر كلاس. الان لو اجي مثلا اطلع على الجنرال براكتيشنر، لو اجي ابرمجها راح الاقي انه انا بقدر اوصل لجميع الاتريبيوتس الموجودين هان. ما فيش داعي اني اكتب الاتريبيوتس مره ثانيه هان لانه طبقت مبدا الجنراليزيشن، ما فيش داعي اني اطبقها عليها. زي مثلا لما بنيجي بنسمي مثلا واحد وابوه وجده، تمام، الجد راح ورث الأب اسمه كأب، الأب ورث اسم الأب والجد للابن، فهذه اللي هي أشياء يعني ما فيش فيها لعب، ثابتة عندنا بنطبق مبدأ الوراثة، وكأنه هذه الأتريبيوتس والميثودز تم نقلها هان، ما فيش داعي لكتابتها لأنه يفهم عندما نجد هذا السهم بهذه الأسلوب بهذه الطريقة بأنه هذه أوتوماتيكيا وجدتها من خلال مبدأ الوراثة. نفس الكلام ينطبق على الهوسبيتال دكتور، يعني مطبق اللي هو مبدأ الجنراليزيشن أو الانهيرتنس، أوتوماتيكيا يتم توريث الأتريبيوتس والميثودز الموجودين في الكلاس الموجود عندي هان لهذه الكلاس اللي هي السب كلاس. هذه طبعا زي ما حكينا سب كلاس، وهذه عبارة عن سب كلاس وهذه السوبر كلاس. تمام، لما بنقول مثلا class A class B class C are subclasses of class Z، بنعرف انه class Z هي السوبر كلاس وتورث جميع خصائصها وجميع attributesها وجميع الفانكشنز الخاصه بها بتورث الى class A B C D الى اخره. تمام، فهذه المقصود بالجنراليزيشن. نتكلم على الاجريجيشن، الاجريجيشن مودلز، حاجة اسمها aggregation. هذه نوع من أنواع العلاقات اللي بتكون موجودة ما بين الكلاسز اللي بتكون منها اللي هو system. An aggregation model shows how classes that are collections are composed of other classes. هذه بتوضح لك إنه كيف يعني الموجود عندي هنا عبارة عن inheritance. إحنا لو طلعنا مثلا الدكتور من هذا الشكل كله ورفعناها، صار في عندي هوسبيتال دكتور وفي عندي جنرال براكتيشنر، هذول طبعا بيصيروا منفصلين. فاذا كان السيستم ككل يتكون من جنرال براكتيشنر وهوسبيتال دكتور، ممكن اطبق اللي هي الاجريجيشن من خلال اللي هو طبعا تعتبر الكلاسز هذه كوليكشنز، تمام، ذات او ار كومبوزد اوف اذر كلاسز، اللي هي كوليكشنز او مجموعه كلاسز مشتقة من كلاس رئيسي او مشتقة من كلاس اخر. احنا راح نشوف الشكل اللي بيمثل اللي هي aggregation ونتكلم عنه ونشرح عنه. aggregation models are similar to part of relationship. الaggregation model عشان نقراها احنا زي ما حكينا هنا اللي هي هذه مثلا inherits doctor، hospital doctor inherits doctor، لكن بالaggregation هي بنسميها part of relationship in semantic data model. عشان نقراها بنقول part of. نشوف هنا مثلا عشان نقرأ هذه، تمثل طبعا الاجريجيشن اسوسيشن معناها او علاقة الاجريجيشن اللي هي بشكل معين الموجود عندي هان وطالع منه اللي هو خط باتجاه
اللي هي الكلاس الاخرى، نفس الكلام اللي هي الكونسلتيشن. ده عشان نقراها بنقول البيشنت ريكورد يتكون من بيشنت، لازم يكون في البيشنت ريكورد في بيشنت، البيشنت اللي فيه معلومات مثلا بيانات وبتكون موجوده كلها في البيشنت ريكورد. نفس الكلام البيشنت ريكورد يحتوي على one patient record يحتوي على one او اكثر من consultation. اذا كان مثلا مريض جديد كانت فيه consultation واحدة، اذا كان تم تكرار اللي هي عملية consultations لهذا المريض بتكون عدة consultation يتم اضافتها اول باول patient record. فالpatient record يتكون من patient ويتكون من consultation. الconsultation والpatient هم عبارة part of patient record، يتم قراءتها اللي هو patient is part of one patient is part of one patient record. One or more consultation are part of one patient record. فهذه اللي هي علاقة الـ aggregation association موجودة عندي. نوقف عند هذه المحاضرة أو عند هذا الكلام، راح نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة في موضوع الـ behavioral models ونتكلم عن الـ static machine diagrams وكيف بيتم تمثيل اللي هو الـ behavior البيهيفير لهذه المودلز او لهذه الكلاسز او الستيتس الموجوده في السيستم. يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.